شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 13، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وذلك بحضور عدد من رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب والسفير المصري باليونان، حيث بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات أنوار السادات، تضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في المراحل الابتدائية للتدريب. ثم تلا ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، بداية من تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل واسطة الطائرات متعددة المهام. أعقبها تنفيذ إسقاط نضالي لتأمين رأس الشاطئ. كما قامت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بتنفيذ عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ، فضلا على تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها. ثم تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات المصرية. كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار. كما نفذت عناصر الصاعقة عملية الاقتحام الرأسي التي مكنتهم من السيطرة والقضاء على العناصر المعادية في أزمنة قياسية. وعلى هامش حضور المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 13، قام الفريق أحمد خليفة بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول لوضع باقة من الزهور تخليدا لذكرى شهداء الحروب. ثم توجه إلى مقر هيئة الأركان العامة اليونانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. أعقبها عقد لقاء مع الفريق ديمتريوس خوبس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز أواصر الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد نيكولاوس دينديز وزير الدفاع اليوناني، وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك. حضر التدريب قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.